ما يلحشوم عليكم باقا العظيم الشيء اللي كديروا فيه بالله العظيم. زوج دقائق تحكي صافي الشيف صافي صافي الشيف صافي سيك في حالات صافي روح ما عنده باقيش حسوها شوفوا قالوا ميمه قالوا اسامحي لي الميمه عارفين ايدي خفيفه عارف الفقر هو اللي كيخليني نسرق الناس صافي بارك المهم انا مش عارف اتغير كل ما اقول هتغير تحصل حاجه ترجعني عن كل اللي انا ناويه كل ما اقول انا هبدا اعيش حياتي بمبدا ارجع بضعف تاني ومش بس انا بضعف قوي ايوه بفوق لما بروح وحاسب نفسي بكم سؤال وارجع اقول مفيش مخلوق ما بيغلطش ده شيء محال وارجع تاني اغلط تاني كاني بكلم واحد تاني انا زعلان من نفسي حقيقي انا غلطان وضعيف وانا كل يوم بيعد عليا بيعد وينساني واقول من بكره اكيد هتغير يجي بكره برجع في كلامي عالحال ده بقالي كتير عالحال ده وبقالنا كتير انا مش عارف اتغير الو الو باقي مسألة تقيقتين السيف باقي السيف مثل تقيقتين السيف امشي كمل روح مش عرفتي تقيقتين مسألة السيف وري ساعة خر الساعة اكيد بالبرايم كان احسن بكثير من اليوم في كثير من النوتات ما صابن مزبوط وظهر عن الميلودي نفسه كان مقطوع الافلات ما كانوا سبورتد مزبوط وكانوا شوي مقطشين انا بفتكر انه اليوم لانه الوقت محدد شوي عم بيستعجلوا بذات الوقت فينا نغني اريح شوي اقل بس هذا الشيء وقت نحدد الوقت مش مفروض ولا نظهر عن الميلودي ولا نقطش الافلات ولا نحسس انه النفس هالقد تعبان لو المشهد بيدعي لانه نكون ستريسي الغنى والنفس لازم يضلوا محلهم مش لازم هذا الشيء ابدا ياثر على الاداء وعلى الصوت الوقت غدر لإيهاب بس صوته حلو إيهاب صوته حلو وبيشارك كتير منيح بصفوف في شغله ما بعد ما عنده هالكوردينيشن بين الصوت والتمثيل بعدهم شوي ضعاف ما عم بيقدر يمسكهم اثنيناتهم سوا بس انا اكيد الصبي عم يتقدم كتير وبيشتغل كتير حلو يعني لو ما في هون اساتذه صوت عم بشوفه وين نزل وين طلع وين نشز انا بشوف انه حتى الغنى كان مناسب للكاركتير رائع هيك فالت منه غناء مثل ما فالت منه شخصيته وكاركتير وسراء وايده طويله وبقول لها لأمه ما بتعرفيني انت شو ما انا ما انا حرامي سراء ما انت بتعرفيني ايده خفيفه وايده طويله فظيع انا ككاركتير فظيع يعني دهشني بهالدقيقتين هلا اتاثر بالغناء بفتكر قد ما مثل منيح قد ما اشتغل على الكاركتير بعد ما عنده هالقد احترافيه انه كمان يتقن الغنى بذات الطريقه مع انه في بفتكر الطلعات اللي طلعها كانت حلوه يمكن بمطارح نشز او ما بعرف شو بس ببقيه الاشياء كان حلو انا بالنسبه لي ما له علاقه بالصوت كان بجنن والفكره كانت بتجنن والكاركتير وانيس وفوتت وقشطوا الساعه وسرق له الساعه كان حلو كتير كان حلو كتير اكثر شخص ايهاب أنعني بتواصل الكلام مع الأغنية لأنه هالقد كان ماسك الكاركتير منيح وقت الفات يعني ما تفاجأت كيف غنى هو يعني المرق وعلي ودينا حسيت أنه كان ممكن يجهزوا للأغنية حسيت قطشي يعني حسيت حكي بعدين حسيت أغنية أكتر شخص هالأغنية إجت هيك مع الكلام مع الكاركتير مع طريقة المشي
وعلى فكرة كتير بينتبه بالصف، كتير بيلاحظ وكتير بيشتغل عندي بالصف، طريقة المشي اللي هيك ضايعة، الشابو. والأحلى شيء إنه ما عم نفهم ولا كلمة من اللي عم بيقولوها بهاللهجة، ولكن فوتونا بحالتهم يعني فتنا وظهرنا كأنه نحن دخلة، يعني نحن كأنه تنقوزنا على شيء صار ورجعنا فلينا، ما هن انفردوا حالهم. كتير حبيت هيك خفيف هالخفة. ما رح فوت بتفاصيل الغناء، أنا لقلي غنى منيح نشز ما نشز طلع، أنا لقلي اقتنعت بالمشهد كمشهد وبس. يعني بدي أقول جيد إيهاب، وكمان تحية لأنيس لأنه كتير بيأثر الشخص اللي عم بيساعد، لذيذين اثنيناتهم. هي مثل ما قلتوا أنت أنه الغنية كانت بخدمة المشهد، يعني غنائه كان إذا بدكم راكب مع المشهد، بس إذا بدنا نجي ناخد الغنية واحدة نفصلها عن المشهد أنه منشوف أنه كان في نفس مضطرب، منشوف أنه الطبقة مش كتير واضحة، منحسه مش مرتاح مثل ما قاله بالعادة، لأنه هو متمكن بالغناء، يعني مننطر منه يغني أحلى. ولكن بما أنه هالغناء كان بخدمة هيدا المشهد وخدم كاركتره أكتر، ممكن الواحد يتساهل شوي بهيدا المجال. ولكن إذا ما نحكي غنائياً أكيد أنه إيهاب بغني أحلى، خصوصي أنه بالبرايم أعطانا شيء كتير حلو من أحلى المرات اللي غنى فيها، ولكن ممكن تمرق مع المشهد بتكون حلوة.